بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، في هذه الحلقة سنتعرف على وسم جديد، إنه وسم العناوين. إذن وسوم العناوين في صفحة الويب HTML. إذن سنبدأ بالأوسمة، بالوسم الأول. إذن الوسم الأول هو H1، وهو وسم ثنائي end H1 ثم H2 end H2 إلى آخره. إذن سنرى الفرق بين هذه العناوين H1 and H1 H2 and H2، وهنا بين هذين الوسمين نقوم بكتابة العنوان. إذا نأتي إلى التطبيق، إذا نأتي إلى Notepad +++. إذا هنا مثلا في البودي أقوم بكتابة، أو في الهيد، إذا العنوان أكتب مثلا هنا في الهيد في صفحة الويب أكتب H1 and H1. وهنا أقوم بكتابة عنوان، مثلا أقوم بكتابة title 1، ثم أقوم بكتابة H2 and H2 لنرى الفرق بين هذه العناوين. title 2، ثم اخذ هذا كوبي، ثم هنا اقوم بتغيير 3، إذن سنأتي الآن، سنقوم بالحفظ ونأتي إلى المتصفح لنرى الفرق بين هذه العناوين. إذن نقوم هنا بريفريش. إذن لاحظوا معي أحبتي في الله، إذن التيتل وان مكتوب بخط كبير، ثم H2 مكتوب بخط كبير وأقل شيئا من H1، ثم تيتل 3 مكتوب بخط أقل من H3، وهكذا إلى آخره.